على هذا الخراب، إنما لو وقفوا موقفا واحدا كما وقف الحارس الظهري، وقف موقف جاد وثابت، لا تعاون ولا سياسة ولا شيء مع الأمريكان، إنما لابد من الخروج. فكرني بحزب الوطن زمان في مصر، لا مفاوضة إلا بعد البلاء. أن الإجرام الأمريكي واستخدامه لهذه القوة الغاشمة التي لا مثيل لها على مستوى العالم في دك العراق ودك أفغانستان، هذا أمر لا يصلح إلا المقاومة الشرسة لإخراجهم. والإنسان مطمئن الحمد لله أنها يعني الذي حدث في العراق وأفغانستان بالنسبة للجيوش الأمريكية وحلفائها هو شيء يعني مشجع وشيء يعني يفخر به كل مقاوم حتى يطردوهم من هذا. يعني المقاومة كلفت الجيش الأمريكي وحلفائه في أفغانستان والعراق الكثير، وهم الآن يئنون، ويكفي انهيار الاقتصاد الأمريكي، ويكفي هؤلاء 50,000 قتيل وجريح، يعني ليس سهلا ولسه بداية، ونحن لسه في بداية المقاومة. وأسأل الله أن يعينهم ويقويهم ويستيقظ أهل العراق سنة وشيعة إلى هذا العدو الإجرامي الذي لا يبص ينظر فقط إلى العراق وأفغانستان، ولكن له يعني أبعاد أخرى للقضاء على القوى المتواجدة في هذه في المنطقة واستيلاء النفط. هذا بالنسبة للعراق وأفغانستان. نأتي إلى فلسطين. ممكن أصير نقطة قبل أن نذهب إلى فلسطين فيما يتعلق بالعراق. هذه الرؤية التي تفضلت بها هي رؤية الإخوان المسلمين. لكن من الإخوان المسلمين أو من الإسلاميين بشكل عام في مناطق مختلفة من العالم من يبدو أنه التبس عليه الأمر، كما لو أن ما يجري في العراق هو صراع بين السنة والشيعة أو بين العرب والفرس، ألا يقوم الإخوان بدور في توعية الناس وخاصة من ينتمون إلى هذه المدرسة الفكرية والتنظيمية؟ لأنه هذه التجزئة وهذا التفتيت، هذا هو مشروع الأبريك الصهيوني الذي يريد أن يصدم الشيعة بالسنة ويجعل الشيعة تقاتل السنة والسنة تقاتل الشيعة. ورأي الإخوان المسلمين واضح كل الوضوح الوضوح، أن الشيعة مذهب من مذاهب كمذاهب السنة، يعبدون الله كما نعبده، له نبينا هو نبيهم، قبلتنا هي قبلتهم، قرآننا هو قرآنهم. ولا الشيعة حاجة غير كده، هم هكذا ونحن هكذا. الشيعة لها دولة اللي هي إيران، توسلنا لها 22 دولة في الجامعة العربية و55 دولة. إذن حكاية إن الشيعة والسنة يحاربوا بعض هذا عبث، وعبث يأتي من التصرفات، تصرفات الدولة، تصرفات إيران، منها ما هو صحيح ومنها ما هو خطأ، وتعاملهم مع العراق منه ما هو صحيح ومنه ما هو خطأ، كذلك السنة فيها الخطأ وفيها الصواب. ولذلك لا يجب بحال من الأحوال من نجعل الحرب حرب مذاهب، إنما هي حرب سياسة. السياسة هي التي توجد هذه التفرقة. والمشروع الصهيوني الأمريكي يريد إن هو يفجر المنطقة، يضرب الناس ببعض. ثم طول عمر الشيعة والسنة عايشين مع بعض في العراق، يتزاوجون ويأكلون ويأكلون مع بعض. ما الذي حدث حتى يقال هناك شيعة وهناك سنة يقتتلون؟ لا، هو الأفق الضيق والسياسة الخبيثة الصهيونية الأمريكية التي تريد أن تفتت المنطقة. إيران لها سياسة يا أخي، وأنت لك سياسة، ما تتكلم ما تقعد مع بعض تقول سياسة دي غلط ودي. يعني هناك أمور أعجب لها
هو مجرد ما يكون شيعه يبقى خلاص مرفوض منه كل حاجه، وهذا انعكس سلبا للاسف على الساحه اللبنانيه. من هقول لحضرتك يا سعاده، الساحه اللبنانيه دي لها مشروع اخر. يوم وقف حزب الله في وجهه الصهاينه وقاتلهم، كنت اول المؤيدين له والمنصفين له، فزعل الناس لانهم يسمون هو شيعه. الله، رجل بيقاتل عدوي وينتصر عليه، كيف لا أؤيده؟ بأي منطق أقول ده شيعة ما أؤيدوش؟ رجل بيعمل عمل صحيح أقول ده صحيح، لو عمل عمل خطأ أقول ده خطأ، ولكن هو يعبد الله على مذهبه وأنا أعبد الله على مذهبه. هذا الفرق بين لما يكون ناس صادقين ليس لهم في الأمر إلا رضا الله، هم يتعاملوا بعضهم مع بعض هكذا، هم شيعة ونحن سنة، إذا أخطأنا هم لا أخطأت، أنت أخطأت وتصرفك ده خطأ. هم زي ما جه مال واحد جاني من المغرب يقول أصل الشيعة بتنشر مذهبها في المغرب، خدت بالك، وبتظهر مذهبها في مصر، كان الله لو قعدوا 100,000 زي لن ينشروا، لن يستطيعوا أن ينشروا هناك مذهب سني مالكي وانا مذهب سني شافعي وحنفي، ها؟ فمش ممكن. كل واحد عجبه الشيعه فبيتحول الى الشيعه ابراهيم. لما هل هي ظاهره؟ ليس الظاهره. هناك شيعه يتحولون الى السنه. ليس الظاهره. ولكن مشروع الصهيوني الامريكي حريص كل الحرص، وله، خد بالك، هذا المشروع له اتباع كثيرون في المنطقه. يتأمرون بأمره، هم الذين يشيعوا مثل هذا الأمر. أما نحن كأخوان مسلمين يجب أن نرتفع فوق كل هذه الخلافات والمظاهر الخاطئة العابثة. الشيعة شيعة والسنة سنة، ومن حق كل واحد أن يعبد ربه على المذهب الذي يرغبه، ونكون صرحاء. إذا أخطأ كله أخطأت يا أخي، وإذا أنا أخطأ كله هكذا، انما ادخل المذاهب واعمل فتنه طائفيه. كل ما يحدث في العراق هذا ليس خلافا مذهبيا، انما هو خلاف سياسي. هذا الذي حدث في العراق، نعم، من تغيير النظام بالقوه، نعم، بعد الغزو، جعل بعض الناس يأملون بان يحدث في بلدانهم شيء مشابه حتى يتخلصوا من الطغيان. يجيبوا الامريكان عشان يخلصوهم من بلادهم؟ البعض. يا ساتر. لا، نحن لسنا هكذا. الإخوان المسلمون لا يقبلون أي تدخل أجنبي، لا من أمريكا ولا من غير أمريكا، ولا يعني نحن أعتقد لا يتصور ما يقع على الإخوان المسلمين في مصر من أبناء جلدتنا من حكامنا، ولكن لا نستعين بأجنبيين عليهم أبدا، ولا نقبل أن يتدخل أي أجنبي.